دروس التربية الإسلامية التي ستكون في الفصل الثاني إن شاء الله بالنسبة لتلاميذ السنة الثانية، سوف أشرحها لكم بكل بساطة. هي عبارة دروس الفصل الثاني بالنسبة لمادة التربية الإسلامية هي عبارة عن 5 دروس فقط، لدينا 5 دروس فقط حتى يستعد التلاميذ بشكل جيد. أولا، استغل الفرصة لكي يحفظ طفلك سورة العصر. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. إذن هذه السورة حاولي أن يحفظها ابنك قراءة وكتابة حتى لا يتعثر في الاختبار. الدرس الثاني وهو من أسماء الله الحسنى، هنا دمج. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الذي خلقني فهو يهديني. خلقني، قلنا أسماء الله الحسنى يعني الخالق. الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني. وقال أيضا: بسم الله الرحمن الرحيم، قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. من أسماء الله الحسنى الخالق، هنا يحفظ معنى هذه الأسامي. الخالق لأنه هو الذي خلق كل شيء، خلق الإنسان، خلق الحيوان، خلق النبات، لذلك نسميه الخالق. الرزاق لأنه هو الذي يرزق، خالق لأنه خلق، الرزاق لأنه يرزق كل المخلوقات، يرزقهم بالغذاء والماء والهواء. الواحد لأنه وحده لا شريك له، ليس له لا أب ولا أم ولا أولاد. القادر لأنه قادر على كل شيء. هذه الأسماء يحفظها الطفل ويحفظ أيضا معناها جيدا. الدرس الثالث وهو سورة الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم، أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. يحفظها أيضا التلميذ قراءة وكتابة، يستغل هذه العطلة ويتعلم أيضا كتابتها حتى لا يتعثر في الاختبارات. الدرس الرابع وهو درس الوضوء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ وأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده. نحن عندما نتوضأ تغسل الأيدي، تنزل الخطايا من اليد، تستنشق وتستنثر، تخرج الخطايا من الأنف والفم، وهكذا. هذا الحديث يحفظه الطفل ويحفظ ما معنى الوضوء. هو عبادة أمرنا الله تعالى بها، يكون قبل الصلاة. الوضوء يكون قبل الصلاة، وهو نظافة للمسلم تجعله نقيا وطاهرا ونظيفا، ويستغل هذه الفرصة، فرصة العطلة، ويتعلم كيفية الوضوء. يتعلم كيفية الوضوء. أيضا يحفظ هذا، يحفظ الحديث النبوي، يحفظ هذا الحديث: من توضأ وأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده. ويحفظ أيضا الدليل من القرآن، ويحفظ: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. كيف تتوضأ؟ مراحل الوضوء: أقول بسم الله، أغسل يدي إلى الكوعين 3 مرات، وهذه هي الكوعين، يتعلم معنى الكوعين. أتمضمض 3 مرات، أستنشق وأستنثر 3 مرات، أغسل وجهي 3 مرات، أغسل يدي إلى المرفقين 3 مرات، ويتعلم أن المرفق هذا هنا، يكون هنا. أمسح برأسي،
أمسح أذني، أغسل رجلي إلى الكعبين، والكعبين تكون هنا، هذه هي القدم هنا. 3 مرات، يحفظ طريقة الوضوء والآية، ويحفظ أيضا الحديث النبوي في هذه العطلة، ويتمرن جيدا على الوضوء، ويحفظ خطواته. هناك 8 خطوات ربما سيطلب منك في الاختبار كتابتها، يعني تحفظها قراءة ومراحلا ويكتبها لك أيضا. الدرس الأخير من دروس التربية الإسلامية وهو درس الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يحفظ هذه السورة، يحفظ جيدا هذه الآية، قصدي يحفظها جيدا، هي من سورة النساء. ويحفظ تعريف الصلاة، هي ركن من أركان الإسلام، تؤدى عبادة لله، يحفظها. فيها أقوال مثل التكبير، الله أكبر، يقرأ سورا قرآنية، التسليم. فيها أفعال وحركات مثل القيام والركوع والسجود، يحفظ هذه القاعدة ويتعلم الصلاة. عدد الصلوات في اليوم 5، وهي الصبح، الظهر، العصر، المغرب والعشاء، يحفظها بالترتيب. الصبح 2 ركعات، الظهر 4 ركعات، العصر 4 ركعات، المغرب 3 ركعات، والعشاء 4 ركعات. إذن فرصة هي لكي يتعلم في هذه العطلة كيفية الوضوء بشكل جيد، ويتعلم الصلاة ويحفظ دروسه. إذن أتمنى لكم التوفيق، وأتمنى أن أكون قد أفدتكم. في أمان الله ورعايته، وفقكم الله.